انك عاوتاني في اطار باش تباني مهمه انه وكان بان مهم او لو ادي ديك المهمه ديال صدفناك ميسا بزاف ديال الناس كيتسنتوا ولا كيتبعوك فاكيد عندك صوت في الموضوع هذا الشرات انا مزيانه هادشي كتشوف الهدف فعلا المصاد بغى تجندك شي شخص بغى يجندني معاهم وبغاني نمشي حقيقي هذا المعلومه طبعا هادشي اللي قلت كله صحيح يعني ماشي ابتكرتيها حتى هي باش شي وابتكر هادشي بحثوا فيه الناس وغير القضيه لا حيت صناعه المحتوى بيناتنا باش نكونوا واضحين لا انا ما تنعرفش هادشي صناعه المحتوى راه فن انا لا اصنع المحتوى ماركتينغ انا لا اصنع المحتوى انا كاتبه رأي دابا المشكله الناس ما كيقدروش يعرفوا بان هذا مهنه في الاعلام انا راه بديت في الكتابه بديت في الجرائد الورقيه ملي بداو مواقع التواصل الاجتماعي بديت كنكتب مقالات انا كنت اصيغ المقال في صفحات وكان عندي موقع تنكتب فيه مقالات راي وخدمت في عدد ديال الجرائد والمنابر الاعلاميه كنكتب الراي غير حيت وقع واحد التحول من القراءه للمشاهده المقال اللي انا كنكتب راه كنكتب مقال وكنصوره فيديو ماشي انا لا اصنع محتوى انا كنعطي الراي ديالي واعلق بوليتيكال كومونتيتور معلقه سياسيه على ما يقع في الشان السياسي المغربي انا ماشي يوتيوبر ماشي فيسبوكوز كرونيكوز قاع ليا واحد نهار كرونيكوز فيسبوكوز قلت ليه لا موسونوز باتوز حيت ما تنحملش هاد مؤثره فيسبوكيه يوتيوبرز شنو هاد الكلمات دخيله اولا دخيلة وما عندها حتى معنى على الاعلام ولكن بغيتي ولا كرهتي ما عندهاش معنى ما تقدمينه محتوى لا ما هاد الكلمات ما عندهاش معنى فيسبوكوز ما شنو كتقدمي انا كاتبه راي ما اقدمه هو كتابه راي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن انا كنكتبش في جريده وراه كل شيء كيكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي دابا كل شيء الصحفيين السياسيين ولكن انت كتهضري صوت وصوره الصوت والصوره الواقع ديالهم اكثر من الكتابه انت عارفه ما فهمتينيش دابا حتى السياسي ترامب دار الحمله الانتخابيه ديالو في تويتر السياسيين كيكتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي واش هذا كيعني هما دي انفلونسور يوتيوبرز فيسبوكرز تويترز راه سياسي انا كنكتب في الفيسبوك إن انا كاتبه راي تنستعملوا هذوك لي زوتي باش كتوصل الخدمه اللي انت كدير دبلوماسي كيكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن خدمه يوتيوبرز فيسبوك ماشي خدمه انت هاد الالقاب ولا هاد ما تيعجبونيش المهن ما تيعجبنيش مهن اصلا انتيش كدير الماكياج فين كتقدمي داك المحتوى في انستغرام انا اش كندير كنكتب الراي فين كنقدمه في الفيسبوك او في التلفازه او في جريده واضحة